حل بال السمايي هذا اللي بكره يا أول كلام نقضي هذا اللي بكره يا مال بوحلى سرقة دور شد وقت بالله عيمي إن ما تهدى ندبلو سكوت شد شد ندبلو هم قريه ما وحيلة تايمش عند دور شو وحيك سوس عطماها هذا اللي بكره يا أول سفير صدي هديك أنا تيو حنيا قصف الحنيا هاي قال فولا يا بعرف حنيا هو ذي فولا إن شاء الله إن شاء الله موسى أنا سيدي قذافي إن مراه القفر حمايا أنا كبقنا والله حال أنا وحنو أركيني باب بضبة ما أنت سوما لانت اللي شيء يعني بابدان حلو أركابانو ويا هدوم موسى بابني أنا ولد دميني هذي وحكلو ماشي على مجد كي ودن كهستي بعد دميني أنا جو يكو أصلا ولا عشر بحيو مسكين ولا يقود الكبرياء لا يعبرنا يا محانو قبان كريا سوما لانتي سوما سومالي لانو لفيلي خلاف كدور شوينكا وصوت حنا تاني كل هراء لقى قاري حل او سيدا سوكو جب جبوبي كدي مركي ميد كميدا بلها سومالي لانا يصو صارين كوا موي حلو أركيين كوا سول وحلين يو خلاف كدور شوين كي سومالي لان كتحنا كوا مدا سي او ايان سيحيين قولها وكي لدا حالك قولها قور تدونا وحكا بدل وكوسو سميي كدبنا اي قولها وكي لدو مدحوينها سومالي لان ايام مدحوينها سومالي لانو لفيليين وقوان كاسي او سيدا سي كو دغن غليو waxa uu sheegay inuu cod soo yimi golaha guurtida kaasi oo xeerka maalintii shalay ahayd dib ugu celiyay golaha wakiilada Soomaaliland war qoraal maanta soo saaray ayaa iyaguna dhankooda sheegay in hadii madaxweynuhu muddo 22 maalmood gudahooda uu xeerkaasi ku dhaqan gelin waado ayagu dhaqan gelin doonaan sidaasina uu ku noqon doono xeer dhaqan gala hadaba shacabka kala duwan ee ku dhaqan magaalada Hargeysa qayb ka mid ah oo CBTV la hadlay ayaa aragtidooda ka dhiibtay sida ay u arkaan khilaafka doorashooyinka ee mar kale Soomaaliland ka dhex qarxay waxayna yiraahdeen sida tan Axmed iyo waxa weeye horta de khilaaf la filay ma aha in xeerkaana la soo celiyo madaxweynuhu waa caqabad kale oo deetimi marka de adigu wallahi way xun tahay golaha guurtidana de waxaas dhan wada waa odayaashan meesha fadhiya ee demokraasi saade meesha lagu ilaaliyo de lagu xanaaneeyo marka in insha Allah de golaha wakiin kun golaha wakiilada ayaa qabsan doona shaqadooda wuxuu baahan yahay dalka dadku xal buu baahan yahay halkii oo go'ay golaha wakiiladii ki gurti baahanay Muuse Biix ayaa dal soo celiyay waa ila meereyso waxa leena Muuse war dalka iyo dadka oo amaal qiisad ma jeceshahay meesha hadaan lagu soo daataa doonahay xeer kaal isaa lagu dhaqan gariyay ku qaracsaro هدي كلامنا تيو حنيا قصف الحنيا هاي قال فولا يا بعرف حنيا هو ذي فولا إن شاء الله إن شاء الله موسى أنا سيدي قذافي إن مراه القفر حمي أنا كبقنا والله هذا إنه شعب كنا كسر كنا تلك هي تذكيبة نقال بربر بقى كشرة وح كشرة نقال ترى هي كشرة أمني لين بقى كشرة ما له والبا أمدو إن هل كان سمع السيئة هي تورش ما لقى شيء كنا يا تذكي وح الله وح كستور كشرة ويستاجي نرش مرك استاجي نقطه موسى عمالة قدر كي تدك كده هدي كنا لا بهدد بلا عشرة تد كون ما لنا نو حلو حنو أركا إن موسى سيا لجوء سحية وكل غن جيو كسحة هدي كلو دوني أنا دي حقول لي أبوك لي حكير يا بلي إن شاء الله وعن رجينا إن موسى تا عمالة قا وقات ولا كيس لجوء تاتو قلت دنا واركانيا مدحبينا ودكينو دكار كودا يقلا سوان واركانيا بودي marka ayda aanu qalad baan arkaa dib laxinadu nabad dooriyeena weyn oo doorashadii madaxtooyada u qabtaa adigu dadka nabad la dooniyay weeyaa taadii kala annu wuxuu qoruus u qaadanaya oo bilaab masaxay loo kala yaay doona oo soo saaka leeniyo xal xawar yaa xal xawar tii xalannu doorashada san كل بودي في قرار سو قلي يا مك بلا بدي كم مستحيل عطاك تدك السومال لكن دي توقع عطا حد ملاس فعلا وحنا مصاب صوا كودي إني يوم ما نسك قبل ما دحين وده كم ملاها خلاف كدور شو يمكن ولا مالنا نقول مو ذي حيرك هذه السمية كل هي وكل ده شرعي ده شين تي ومدحين ودكتير دكتير ده قصص صارين وقصص صارين السمايان هذه خلاف كي دل كيني كبد باديان أيو كبد باديان حرار كي اللي يقع كل شغلة يشروع دل كيني سميان لكن موسى حتشعل يبطن كان إن أنا دورش أنا كدعين يسجن أنا كدم بين إن أنا وحلا موسى وض ما صنت حير كسوع اللي سمو دنا مدح وينه إن أديك أنا شرف كوت هيبان ملاي لين الحير كسوع اللي سو دي سوما لأن دي هرجي سوح النقطة تبان أمسين أنا وسنا أمسين وحوي جوش عطيه اللي بعد
ضدك بالآدم كشعب كسومال لنا واحد إلا يلا حنوتشيو واحد نامسين يعني وحب دريمين لكن هذا الدم بمية له عدا بوا وانجلي سنة مشرتو مو سنة عدي اللي ما يكون عارض كان كل عد مية اللي أنا ضم بمشرتو ده قامها الاسكولات تجي أسي لوكال عود الرا لوكال عود وينادو أيوم بينو بلنا ننكي الرا نبهر كنا وطلين دهنا أنت سانة قول لي حل أنا وحنو أركين باب ضابا ما أنت سومال أنت اللي شيء يعني باب ضابا حلو أركابانو way hadduu muusa baabini anaa weli duminayaade wax kale meeshii yaala ma jirto ki wadanka haystay ba duminayay anigu iyo ku hoos noolo cashuur bixiyo miskiino la igu dul kibreeyo oo la caabudinaya maxaan u qaban karayaa Soomaalanti Soomaaliland doorasho ku soo nabadii caanamaashay dastuur baynu dhiganay wixii waxad mooday in la laalaabo xuquuqdii dawladnimada ee shacabku lahaa macal waxad mooda in gabigeeda meesha laga saaray marka waxa weey waxa meeshii yaala waxa weey maan walba hadal wada mayno la taagnaan maayo waxa weey de muuso halkii aadoonisay kulanti meesha shacabku isku ka cilinaya ee ninkii roon un barheerka u hadhay aan walaalad badan mahsan tahay telefishinka CBA oo bulshada maanta weydiinaya aragtidooda ku saabsan khilaafka jira aan waxaan u kala qaadaya khilaafka horta qaranka ka dhex jira khilaaf siyaasi iyo khilaaf dastuuriyada kala jira labada khilaaf khilaafka imka jira waa khilaaf dastuuriya waxa dastuurka ku qoran ayun baan xalkiisu noqonayaa marka anagu waxaan u arkaa in qodobka 77aad iyo qodobka 78aad sorry qodobka 77aad iyo qodobka 78aad oo lagu xalin karo siyaasiinta iyo dadka hadalada xanafta la miidiyaha kalena waxaan leeyahay war dalkan waxa weeyaa dhaqaale hoosad waa dalka dhaqaalihiisu hooseeyo u tura dadka bulshada u tura hoos u eega idinku danihiina siyaasiga un ha eeganina dad badan baa waxa weeyaan wadankan xaalad adag ku jira horta khilaafkan waxa weeyaan khilaaf inagu soo noqnoqday een hase haate de waxan khilaaf waxa khilaafka cid sameeyaysa horta la yeego daya khilaafka sameeynaya khilaafku waxa sameeyaysa waa xukuumadda because of doorasho waxba la isku afkartay odayaal baa dhex galay xal baa la sameeyey hadee laba ku rooya waa la kala noqday hadee laba ku rooya meelba wax la isla dhigay doorashadu waqti baa loo caymay in maanta haddana dib loo isugu jiijiyo dib loo hungareeyo maaha waxay ila tahay meeshan dee doorasho waxay ka soo socoto maaha hadee laba ku rooya waa la isu fiirsaday hadee laba ku rooya waa la isku fahmay bahashii ma garanay waxaan leeyahay dee xal kale oo nimanka haynaaba ama aynu deegna dee maba jiro because of weynaga aragna dameesha waxa ka soconaya mar walba waxa leeyahay doorasho la qabaray hadana dib loo soo noqayo kan baa diiday commission baa diiday kan baarlamaan baa diiday golo guurti baa diiday madaxweynaha laaday war waxa shaqeyn baa yeyna doorashada la qabto madaxweynaha musabbiix waxaan leenahay hadaa doorasho xumad jibintaadu tiyaad ku degi lahayd aad ku fariisan lahayd aad ku nasan lahayd aad ku hagaagi lahayd waxa weeye doorashada iska qabo hadii aad doorashada qaban weydo dee waa dhagay faray waxaan u arkaa in laysla ay dee wax ila meereysan ay ku jirtay wali xaaladu waxa wadanka laga sugay dee madaxweynaha waxa laga sugay in horta doorashada inuu dee saxeexo waa arrimihii doorashada isa saarka ay lahaa inuu saxeexo looga fadhiyo si laakiinse wuxuu ku celiyay tii la meereysadii ila meereysadina socon mayso haddii hore u socotay laakiinse maanta socon mayso weena la fahmay oo waxaan kuulay la meereysadaa si walba loola dhigaya waxa kaloo aan sheegayaa dad badan waxa arkay uu hamiyo digle Ethiopian ictiraaf isoo Ethiopia ictiraaf nasiinas waxa asina wax soconay ma xal maxaa arkaa xal waxaanu aragnaa de nimankii ururadii iyo hadee inay kacaan oo ay ka hadlaan waxaan wali cid ka hadashay ma aragno cid hadlaysa ma aragno waa la isla jiifaa waa la isla fadhiya fadhiga in laga kacaa loo baahan yahay oo de dalka la badbaadiyo dalku jarbu ka sii laalaada jarbu ka sii dhacaya wax uu xariimka ma jiraan jarkaas uun baa u xaray inuu imka ka dhaco hela badbaadiyan leh loo kaco halkii aan ka filaynay in meel fiican wadanku gaaro oo doorashooyinka dhacaan oo maartay goli guurti ka soo gudbay baarlamaanka soo gudbay madaxweynuhu soo gudbay madaxweynuhu inuu dib u ciriyo oo khilaaf ka meeshii ka dhasho waa arrin aad iyo aad u yaan daran marka walaal garan maayo meel wadanku dambeynayo halka waxaan u arkaa in golaha baarlamaanka ayaa gafay xilkoodii golaha baarlamaanka ayaa xilkooda gafay waxay mar hore inay sharci ka qaadaan in biiti ay ka qaadaan maamul saxiiban ka sameeyaan imika hadduu wadanku burburo meel laga soo laabanayo
ما جرتو ميل لغا سو لابتو ما جريسو احمد سعيد رسيه سيد برو علي سي بي تي في هرجيسا.